طلعوا بتصريحات مستفزة، ولكن إن شاء الله ستظل الوحدة بين مصر والسودان على المستوى الجماهير في أبهى صورها، وإن شاء الله نعبر المباراة دي بسلام، وإن شاء الله نبارك للنادي الأهلي بالصعود. ودي لقطات حصرية لبرنامج الأهلي خط أحمر، بعثة النادي الأهلي النهاردة، ودي لقطات من الفندق. طبعا بنتمنى ليهم كل التوفيق، ومباراة لن يتم عبورها إلا بالهدوء. مباريات زي دي أنت فنيا أعلى بكتير، قادر إن شاء الله على الفوز وتحقيق الانتصار، ولكن يلزمك الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء، وتلعب المباراة لآخر دقيقة كما اعتدنا من نجوم ولاعيبي النادي الأهلي. حقيقة يا أحمد، وعشان كده ترأس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي البعثة بنفسه، لأن زي ما قلنا كان محتاج يدي رسالة يا أحمد للاعبين. رسالة إن أنت لما بيبقى معاك رئيس النادي أكيد الأمور بتتسهل، وأكيد كابتن محمود الخطيب وجوده في أي مكان بيفتح البيبان، وعلى الجانب الآخر كمان بتدي رسالة للاعبين بأهمية المباراة، إن إحنا في دور يعتبر برضو من الأدوار التمهيدية، لأن أنت لسه في دور المجموعات. طبعا إن رئيس النادي يسافر مع البعثة دي رسالة بأهمية المباراة أكيد، وبتوصل للعيبة، ولازم اللعيبة تعي ده جيدا، وإن دايما زي ما قلنا في كل بطولة مغامرة، مغامرة هذه البطولة حاليا هي لقاء الهلال السوداني، وزي ما حضراتكم شايفين اللعيبة في فندق الإقامة، وفي علامات من هدوء على وجه اللعيبة، وده نتمناه يظل بتركيز عالي، لأن المباراة دي زي ما قلنا بتحسم بالهدوء ثم بالخبرة وكمان بالتركيز جدا في المباراة، لأن بالفعل احنا فنيا على المستوى الفردي وعلى المستوى الفني، وهنبقى نستعرض الكلام ده، احنا أعلى كنادي أهلي، كلاعبي النادي الأهلي، كجهاز فني للنادي الأهلي. يمكن الهلال غير في المجموعة 3 مدربين، فأعتقد حتى من ناحية الاستقرار الفني النادي الأهلي أفضل بمراحل، وده طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ. وأعتقد يا فارس لو هي الأمور بشكل فني احنا إن شاء الله لنا قدرة على تحقيق الفوز في الهلال. يمكن حتى مباراة الذهاب كانت مباراة